لا قانونا قانونا لا تتحمل. نعم. قانونا تتحمل الجهات الرقابية والجهة المسببة للتلوث. بمعنى بعض الاتفاقات الدولية في مصطلح متفق عليه يقول لك الملوث هو المسؤول. لكن أمتى يبدأ الملوث هو المسؤول؟ لما الجهة الرقابية فعلا متابعة لعملها وفعلا يعني رصدت الحدث. نعم. نجي هنا نأكد على كلام الدكتور وكلام الدكتورة وفاء أن مش كل شيء مثلا احنا بنلقوا مثلا اللوم على شركة المياه الصرف الصحي. طبعا حسب القانون أي جهة تنتج مسؤولة زي المؤسسات الصحية والمؤسسات الصناعية وفق القانون، وفق القانون 106 الصحي أو القانون البيئة الحماية التحسين، يلزم الجهات هذه باستخدام تقنيات آمنة للتخلص من النفايات متاعها سواء الصلبة أو السائلة. ثاني شيء التلوث كله البحري مش ناتج عن المياه الصرف الصحي. نعم. التلوث فعلا قد يكون حاليا نقول احنا مثلا شاطي طرابلس حسب زي ما قال الدكتور عدد المخارج الصحيه المخارج الصرف الصحي اللي فيه مع الميناء الموجود فيه، هذا يخلي البيئه بدون معالجه اكثر خطوره. لكن هنا لازم الجهات نقول احنا اللي لها مثلا مخلفات ناتجه سائله عن مؤسساتها تلتزم باقامه محطات المعالجه. انا اعطيك فتره مره جتنا اشاره بنفوق اسماك في مصيف قرقارش، لما تبعنا العمليه لقينا ان السائل الموجود الناتج من احد المصانع الغذائيه يستخدم في طبعا بعد نقوله مثلا زي مصانع المشروبات والعصائر والحليب. نعم. هذه طبعا بعد كل مثلا نقوله مثلا ورديه تبي توصل خطوط الانتاج متاعها فتستخدم في مواد قلويه ومواد حامضيه ومواد في منها حتى نقوله مثلا تسبب مع البحر في نوع من الرغوه يعني رغويه. فلقينا نفوق لما تبعنا المشكله لقينا المصانع المقامه في خلف منطقه قرقارش مش مركبه محطات معالجه. هنايا يعود اللوم على الادارات البيئيه كحنية كالاصحاح البيئي او الهيئه العامه للبيئه، بحيث ان اي مشروع يقام ويستهلك مياه ويقوم باستخدام مياه كثيره نقوله في الغسيل وعنده ناتج من الصرف السائل هذا لازم يخضع لدراسه البعد البيئي، والمحطه لازم تكون مواصفه. المحطه المعالجه اللي بنركبها للمؤسسه الصحيه لازم نشوف المنتجات الصرف الصحي اللي في المؤسسه. نعم. لو نجوا مثلا غسيل الكلى في منطقه ابو سته لازم هنا يتم دراسه المحتويات المياه الصرف الصحي الخارجه من 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 من, من المرفق الصحي هذا، على ضوها تؤسس نوعيه محطه المعالجه. نعم. لان محطات المعالجه اللي هي مناطه بخدمتها تو شركه الخدمات مصممه خصيصا لمعالجة مياه الصرف الصحي المنزلي. نعم.